السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. حاليا اخوتي كنتواجدوا في الصحراء المغربيه المنطقه ديال المحبس. اليوم اخوتي جينا باش نكتشفوا لكم الاجواء في المنطقه ديال المحبس. من بعد اخوتي غادي نهضر لكم على مسيره ديال الخضراء ديكرا. الصحراء المغربية والمغرب في صحرائه، كما كتشوفوا معنا اخوتي الاجواء رائعة في الصحراء المغربية والصحراء المغربية والمغرب في صحرائه. تبعوا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. هذه تحدي لكم انتوما، وصلوا القناة 200 الف مشترك. إذن 200 ألف مشترك أخوتي، ملي توصلوا هذا الفيديو 20 ألف لايك ولا 30 ألف لايك غادي نمشي لكم القرقرات بإذن الله، ونرفعوا الراية ديال المغرب من جديد في الصحراء المغربية في المنطقة ديال القرقرات بإذن الله إن شاء الله. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، ما إن شاء الله على الصحراء المغربية. كما كتشوفوا معنا اخوتي هذه هي المنطقه ديال المحبس، هاد الاتجاه كله منطقه ديال المحبس والصحراء المغربيه. ارض رائعه جدا، ارض جميله، ودائما كنرفعوا الرايه ديال المغرب، ودائما احنا اش غادي نقول لكم، انا صراحه فرحان بزاف ملي كنتواجد في الصحراء المغربيه. والذكرى ديال المسيره الخضراء 2021 6 نوفمبر ان شاء الله غادي نديروا الاحتفال ديالنا، وغادي نرفعوا الرايه ديال المغرب، ونديروا الذكرى ديالنا الخاص ديال المسيره ديال الخضراء 1975. وان شاء الله يكون خير ان شاء الله باذن الله، ونبارطاجوا معكم اي حاجه جديده، والمغاربه كلهم غادي يحتفلوا بهذه المسيره الخضراء، الذكرى ديال المسيره ديال الخضراء خاص 1975. وصراحة شرف كبير نجي لكم هذه المنطقة ديال الصحراء المغربية، المنطقة ديال المحبس، بعد اكتشفنا الاستفزاز ديال الجزائر اللي كتقول الهضرة على ترابنا على أرضنا وطامع علينا في الصحراء ديالنا. ها انتم اخوتي كتشوفوا الأجواء، عادي الأجواء رائعة، ما كاين الاستفزاز، ما كاين حتى حاجة. الله ينصر ملكنا محمد السادس وعيش الملك من المنطقة ديال الصحراء المغربية المحبس. اش غادي نقول لكم، ضربنا كيلومترات بزاف وتكرفصنا في الطريق باش نصوروا لكم هذا الفيديو، باش تعرفوا بيزلافر كيدير لكم واحد المجهود كثير. باش نكون واضحين اخوتي، راه ماشي ساهل توصل للمحبس، راه ماشي ساهل توصل للصحراء المغربية، راه الحدود هنا اخوتي الرامبلي راه يلا 100 كيلومتر، راه غير ممنوع، فهمتينا، ممنوع علينا، ما نقدروش نوصلوا، ممنوع علينا. وثاني حاجه اخوتي اش غادي نقول لكم، احساس رائع جدا، والصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه. انا فرحان دابا حاليا اخوتي، الاجواء هنا كالم، ما كاينينش الناس، ما كاين حتى حاجه هنا. هذه المنطقه هي المنطقه ديال المحبس، ما بعيدش تقريبا 10 دقائق، وكما كتشوفوا الناس ينقلوا السيارات، الشاحنات ينقلوا يمشوا للمنطقه ديال المحبس، والاجواء هنا هادئه، والاجواء رائعه، والاجواء جميله، والصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه. ملي جيت للمنطقه ديال المحبس فرحان بزاف، ورفعت لكم الرايه ديال المغرب بهذه الطريقه رائعه جدا جميله. حنا صحفيين واعرين، انا صحفي واعر، باش نكون واضح، راه ماشي ساهل هذا الشيء، ولا صحفي شفناه دابا جي لهذ المنطقه الا انا، راه اش غادي نقول لكم، كثر من 200 كيلومتر اللي ضربنا من قلميم الى المنطقه ديال المحبس باش ندير لكم هذا الفيديو جميل، هذا الفيديو ديال التاريخ، هذا الفيديو ديال الذكرى ديال المسيره الخضراء 2000، والذكرى ديالنا على حسب المسيره ديالنا خاص في الصحراء المغربيه، فاش حررنا الصحراء المغربيه، طردنا اسبانيا في المنطقه ديال الصحراء المغربيه، ودرنا واحد المجهود كبير، وهذا الشيء كامل شرف لينا كبير، وحنا دائما كنردوا على الاستفزاز ديال الجزائر ولا الاستفزاز ديال سانتاليستان، ونحاولوا نبارطاجيو معكم ونكتشفوا لكم الواقع ونكتشفوا لكم الحقيقه،
والاعداء ديال الوطن يتفرجوا في هذا الفيديو. من بعد غادي يكتشفوا هذا الفيديو ما غاديش ينعسوا، ما غاديش غادي يتوصل فيهم العظم، حيت المغاربه قويين وحنا المغاربه واعرين وكلنا من طنجة الى الكويره العزيزه. رفعوا الرايه ديال المغرب، من طنجة الى الكويره نموت على الصحراء المغربيه، من طنجة الى الكويره كنحبوا ملكنا محمد السادس الله ينصرو. المغاربه كلهم يحبوا ارضهم ونموتوا على الصحراء ديالنا، وما نسمحوش لشي دوله دير لنا الاستفزاز خاص في الصحراء المغربيه. ودائما الصحراء المغربيه، ودائما الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه الى الابد. ودائما كنديروا واحد المجهود، وهذا الشيء واجب حتى نتوما اي واحد تعبروا وترفعوا الرايه ديال المغرب وتردوا وتحطوا العصير للاعداء ديال الوطن ديال ارضنا في الصحراء المغربيه. هذا هو المهم اخوتي، وهذا المجهود ماشي سهل، ماشي غير اجي وصل المنطقه ديال الصحراء المغربيه، ماشي غير اجي وصل المنطقه ديال المحبس، راه ماشي باش نوضح لكم، راه كنضربوا تماره بزاف وكنلقاو بزاف ديال المشاكل في الطريق. باش نكون واضحين اخوتي، راه هادشي ديال التصوير راه ماشي سهل. وكما كتشوفوا الاجواء رائعه جدا، حيت هذه المنطقه ما يمكن ليناش نختلفوا قوانين على حسب هنا. دابا هذه هي الطريق كما قلت لكم، كاين مشكل كبير هنا، يقدر تمشى كيلومتر هنا من بعد كتجلى ما كتعرف فين جيتي، واش اتجاه ولا اتجاه. هذه هي المنطقه على حسب اش غادي نقول لكم، بحال الحماده كما كيقولوا، الحماده اش معروف فيها، بحال تيران. ملي كتوصل واحد الاتجاه تما كتشوف هكا كيبان لك الارض بوحدو، تشوف اتجاه الارض، كتشوف اتجاه الارض، ما تلا كتعقل فين جيتي. من بعد كدور تما، من بعد غادي تجاو وتطيح في المشاكل خطيره صعيبه بزاف. هذا هو المهم اخوتي، نكتشفوا لكم الصحراء المغربيه، ونكتشفوا لكم المنطقه ديال المحبس، ونكتشفوا لكم الاجواء رائعه جميله، الشمس اش غادي نقول لكم كاينه الحراره وزوين هنا. باش نكون واضح، يعني احساس زوين حيت ملي كتجي للصحراء المغربيه راه شي حاجه واعره جدا. هادشي اللي كاين اخوتي في هذا الفيديو، حاولت باش ندير لكم فيديو في المنطقه ديال المحبس في الصحراء المغربيه، ودرنا واحد المجهود كبير، وحتى انا باغي منكم باش تدعموني ونطلعوا القناه باش نحاول ندير واحد المجهود ونكتشف لكم بعض المناطق في الصحراء المغربيه خصوصا الكركيرات، وندير لكم خبر ديال الصحراء المغربيه، ونردوا على الاعداء ديال الوطن، وندير واحد المجهود باش نحاولوا دائما نكونوا في نرفعوا الرايه ديال المغرب، ونردوا على الاستفزاز ديال الجزائر، ونحاولوا دائما نكون واحد المجهود على حسب المغاربه، نضامنوا معهم ونضامنوا مع الصحراء المغربيه، وكذلك ملكنا محمد السادس الله ينصرو، الجيش المغربي، كذلك قوات المسلحه الملكيه اللي كدير واحد المجهود كبير، تحياتي لهم. وان شاء الله باذن الله غادي ندير المجهود ديالي ونبارطاجي معكم اي حاجه جديده على الصحراء المغربيه، وكذلك بعد الاستفزاز بعد المواقع غادي نردوا عليهم ونديروا المجهود ديالنا، ودائما نرفعوا الرايه ديال المغرب، وعيش الملك، والله ينصر ملكنا محمد السادس من المنطقه ديال الصحراء المغربيه في المنطقه ديال المحبس. كما القاعده نعاودها اخوتي، الصحراء المغربيه والمغرب في صحراء الى الابد. طلعوا.